بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، سنبدأ في الوحدة الثانية بعنوان أسرة آل ثاني ونشأة الإمارة. الدرس الثاني نشأة إمارة قطر. أعزائي الطلاب، أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس يكون قادرا على أن يعرف نشأة وصفات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وثانيا يعرف العلاقة القطرية العثمانية وأسباب معركة الوجبة، ثالثا يستنتج أحداث ونتائج معركة الوجبة. أعزائي الطلاب، نبدأ بالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. نشأ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بالدوحة في كنف والده الشيخ محمد بن ثاني، الذي اهتم بتعليمه القرآن وعلومه وآداب الفروسية، وأكسبه مهارات القنص، ودربه على العمل بالتجارة وخاصة تجارة اللؤلؤ. وفضلا عن ذلك، فقد كان يشارك والده في إدارة حكم البلاد. تولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني حكم البلاد بعد وفاة والده في 18 من ديسمبر عام 1878 ميلادي. والآن نتعرف عزيز الطالب على صفات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. صفاته التي تمتع بها مثل الشجاعة وحب العلم. أعماله الدينية من بنائه المساجد واستضافة العلماء، وثالثا تميز عهده بانتشار الأمن والعدل والرخاء وازدهار التجارة. العلاقات القطرية العثمانية. تطلع الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني لإقامة علاقات طيبة مع الدولة العثمانية، فأرسل دعوة لهم يرحب فيها بقدوم حامية عثمانية لمساعدته في الوقوف لمواجهة الأطماع البريطانية في بلاده، وتقديرا له على ذلك منحته الخلافة العثمانية لقب قائم مقام، أي نائبا عن الحاكم العثماني في قطر. ونأتي الآن في فقرة جديدة أخرى، هي معركة الوجبة في 3 أبريل عام 1893 ميلادي. أطراف المعركة هي القبائل القطرية والقوات العثمانية. محاولة العثمانيين أسباب المعركة. محاولة العثمانيين فرض الضرائب على تجارة اللؤلؤ، واعتقال الوالي العثماني للشيخ أحمد بن محمد شقيق الشيخ جاسم، ومعه 16 من وجهاء قبائل قطر. إذن هذه هي أسباب المعركة التي سميت
معركة الوجبة. أحداث المعركة: رفض الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقابلة الوالي العثماني لعلمه بغدره، فتوجه ومعه القوات القطرية إلى قلعة الوجبة، ونظم قواته ونصب الكمائن للجيش العثماني الذي زحف لملاقاته، حيث تمكن الشيخ جاسم من إلحاق الخسائر بهم، بينما فر بقية الجيش العثماني من المعركة. إذن هذه هي أحداث المعركة. من نتائج المعركة: انتصرت القوات القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني على العثمانيين، وفك أسر أخيه الشيخ أحمد بن محمد ومن معه. في هذه الخارطة عزيز الطالب نلاحظ المسير في الخط الأحمر أو السهم الأحمر من الأحساء مارا بجنوب قطر، والتقوا قريب الدوحة في قلعة الوجبة، وجاءت القوات العثمانية من البصرة ودخولا إلى الخليج العربي، والتقوا في قلعة الوجبة، وحدثت معركة الوجبة التي انتصرت بها القوات القطرية. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.